لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. فتوى شرعية دفعت صلاح ذوالفقار لتطليق شادية. كان فيلم كرامة زوجتي من الأفلام المميزة التي جمعت بين الزوجين شادي وصلاح ذوالفقار قبل انفصالهما، ولكن القليل من يعلم أن هذا الفيلم تسبب في مأزق زوجي لذوالفقار وكاد أن يعكر صفو حياته لأيام طويلة. من ضمن أحداث الفيلم أن يكتشف ذوالفقار خيانة زوجته والتي كانت تجسدها شادية، فينهال عليها ضربا ثم يقول لها انتي طالق. وحينما أتت بروفة في المشهد كان ينطق الكلمة بصعوبة بالغة، حتى إذا ما حل موعد التصوير ودارت الكاميرا وقفت العبارة بين أسنانه وتعسر لسانه. الفنان صلاح ذوالفقار خشي أن ينطق تلك الكلمة فتصبح زوجته طالقة منه بحكم الشارع الذي قد لا يعترف بالتمثيل ولا بالكاميرا ولا حتى بالمزاح، فرفض نطق الكلمة وتعطل التصوير. ولكن بعض صناع الفيلم تذكروا حال الشهير مقارب لهذا الموقف، وكان بين الفنان أنور وجدي وزوجته وقتها ليلى مراد، فقد كان من المفترض أن يطلقها ضمن سيناريو أحد أفلامهما، وخشي هو الآخر أن يكون قوله صحيحا وتوقف تصوير اللقطة حتى أرسل لعلماء الدين بالأزهر الشريف يسألوهم رأيهم بالأمر. ولكن علماء الأزهر أفتوا جميعا بأن الطلاق لا يقع إطلاقا، لأن جوهر الموضوع في النية وأصحابها، وأنور وجدي إذ يطلق فإنه يطلق سينمائيا ولا يعني ذلك أبدا الطلاق الحقيقي خارج الاستوديو، كما دلل العلماء على ذلك بأن زواج البطل والبطلة في نهاية كل فيلم لا يؤدي إلى زواج حقيقي بينهما حتى ولو ظهر المأذون على الشاشة وهو يعقد قرانهما. وبتلك الفتوى نطق أنور وجدي كلمة الطلاق، ونطقها من بعد بسنوات كثيرة الفنان صلاح ذوالفقار، وخرج الفيلمين على أفضل ما يكون. ترك الشرطة من أجل الفن وارتبط بفنانتين زوجات صلاح ذوالفقار الأربعة، وابنته تكشف أسباب انفصاله عن شادية. ولد صلاح الدين أحمد ذوالفقار، هذا هو الاسم الحقيقي للفنان صلاح ذوالفقار، في 18 يناير 1926 في مدينة المحلة الكبرى لأب ضابط شرطة برتبة عميد، وكان الأخ الخامس لأربعة أشقاء محمود وعز الدين وكمال وممدوح. تخرج صلاح ذوالفقار سنة 1946 في كلية الشرطة ضمن دفعة الوزراء أحمد رشدي والنبوي إسماعيل وزكي بدر. بدأ مشواره الفني في مدينة شبين الكوم بالمنوفية، ثم انتقل للعمل بسجن ترى، كما تم تعيينه مدرس بكلية الشرطة بجانب دراسته للقانون. دخل صلاح ذوالفقار عالم الفن عن طريق الصدفة، حيث ذهب في إحدى المرات إلى شقيقه المخرج عز الدين ليقضي معه سهرة، ليجد شقيقه يسأله إن كان يرغب في احتراف السينما. أجاب صلاح أنه لا يعرف شيء عن ذلك المجال واستحالة العمل في السينما بحكم كونه رجل عسكري والسلطات المختصة قد لا توافق، ولكن أخيه أقنعه ووافق صلاح بشرطين: الأول موافقة السلطات المختصة، والثاني أن يكون دوره في الفيلم يليق بمركزه كضابط شرطة، وتمت الموافقة على شروطه. حصل صلاح ذوالفقار على موافقة رئيسه المباشر على عمل في السينما، وبدأ يستعد لدخول المجال، وبدأ بتلقي دروس في الإلقاء من الفنان عبد الرحيم الزرقاني. كانت أولى أعمال الفنان صلاح ذوالفقار فيلم عيون سهرانة سنة 1956، بينما جاءت انطلاقته الحقيقية عام 1957 من خلال فيلم رد قلبي أمام الفنانة مريم فخر الدين والفنان شكري سرحان. تزوج صلاح ذوالفقار 4 مرات، الأولى في بداية حياته من السيدة نفيسة بهجت وهي من رائدات العمل الاجتماعي، وابنة محمود بيك
بهجة، وكانت تربطهما علاقة قرابة، وتزوجها سنة 1947، وهي أم أبنائه المهندس أحمد ومنى المحامية. ورغم أنه تزوج عليها وانفصل شكليا، إلى أنه لم يطلقها لأنها أم أولاده إلى أن توفاها الله. تزوج الفنان صلاح ذو الفقار للمرة الثانية من الوسط الفني، وكانت زوجته الثانية هي الفنانة زهرة العهلة، وقد عاش معا قصة غرام وزواج دامت 18 شهر فقط، ولكنها انتهت بالطلاق ولم ينجب منها. تزوج الفنان صلاح ذو الفقار للمرة الثالثة بعد ذلك من الفنانة شادية، وشكل ثنائيا فنيا قويا، حيث تزوج سنة 1964، واشترك معا في عدة أفلام سينمائية، وقدم معا العديد من الأفلام التي تعتبر من أنجح ما قدم خلال مشوارهما الفني، ولكن لم يدم زواجهما كثيرا رغم الحب الذي كان بينهما. وانفصل عن شادية نهائيا سنة 1972، وظل زملاء ولم ينجب منها أيضا. كانت آخر زوجات الفنان صلاح ذو الفقار هي السيدة بهية مقبل من خارج الوسط الفني، وهي أم أبناء من زوج سابق، وهي جدة شريف رمزي وليس صلاح ذو الفقار، ولكن صلاح ذو الفقار اعتبرهم مثل أبنائه، وكان يعاملهم بحنان كبير، وتشارك الكثير من الاهتمامات، منها السفر والالتقاء بالأصدقاء. ودام زواجهما 18 سنة حتى وفاته، وأوصى أبنائه بها قبل وفاته لتظل علاقتهم قوية، وفعلوا ما أوصاهم به. أكدت المحامية منى ذو الفقار ابنة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار خلال حوار ببرنامج باب الخلق المذاع على فضائية النهار، أن سبب انفصال والدها عن الفنانة الراحلة شادية يرجع في الأغلب لعدم قدرة شادية على الإنجاب، رغم المحاولات المستميتة، حيث أجهدت أكثر من مرة وخضعت لعدد من العمليات الكبرى. الفنان الراحل صلاح ذو الفقار في تصريحات قال أنه أحب المهن التي امتهنها خلال مشوار حياته، سواء كان كأستاذ بكلية الشرطة أو ضابط شرطة أو فنان، وذلك لأن وقتها كان يشعر برضا كبير عن نفسه، حتى أنه حسد نفسه على هذا الرضا والسعادة. قدم صلاح ذو الفقار أكثر من 160 عمل فني طوال تاريخه، من أبرز أفلامه مراتي مدير عام، الرجل الثاني، الأيدي الناعمة، الناصر صلاح الدين، الحب كده، أغلى من حياتي، كرامة زوجتي، والإرهابي. كما قدم الفنان الراحل حوالي 70 مسلسل تلفزيوني، منها بلا خطيئة، ورحلة عذاب، وعودة الروح، وعائلة الأستاذ شلش وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية، منها روبابيكيا وزوجة واحدة لا تكفي. كما عمل وكيلا لنقابة الممثلين عام 1986. توفي الفنان صلاح ذو الفقار في 22 ديسمبر 1993 عن عمر ناهز 67 سنة أثناء تصويره فيلم الإرهابي. وكانت قد حلت المحامية الدولية وسيدة الأعمال المعروفة منى ذو الفقار ابنة الفنان الكبير الراحل صلاح ذو الفقار ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي، والمعروض على قناة سي بي سي، وكشفت العديد من الجوانب في حياة والدها الراحل. تحدثت منى ذو الفقار عن انفصال والدها ووالدتها، موضحة أنه لم يكن طلاقا رسميا، بل فقط ترك المنزل وظلت والدتها على ذمته، واتفق سويا أن يظل الأمر كذلك دون أن يطلقها حتى يكون حضوره وتعامله مع الأبناء أسهل. مضيفة: هو انفصل عن والدتي بمعنى سار البيت، لكن لم ينفصل رسميا، واتفقوا على كده علشان يقدر يجي طول الوقت بسهولة ويشوفنا. وفيما يتعلق بوالدها وزيجاته الأربعة لا سيما الفنانة شادية، أوضحت منى ذو الفقار أن قصة حبهما بدأت في فيلم أغلى من حياتي، قائلة: ده فيلم من إنتاجه وكان بيتحدى به إخواته الكبار
اللي كانوا بيقولوا له انت احسن وانجح حاجة ليك هي ادوار ضابط البوليس والاكشن والرومانسي الخفيف. فهو قال لا انا كمان قادر العب ادوار تراجيديا. فجاب الفيلم عن قصة اجنبية وعمل ثنائية احمد ومنى التي لا تنسى. وبسؤالها عن ردة فعل الاسرة عقب زواج شادية اجابت والدتي انسانة استثنائية وعاقلة جدا وقدرت تحافظ على علاقتها الانسانية بوالدي وبقى يجينا ويزورنا ونجتمع كل خميس. تقبلنا الوضع ده لان ابويا ما قصرش معانا لا في الوقت ولا اهتمام ولا مصاريف ولا اي شيء. فهو فقط ساب البيت وكنا بنتفرج على افلامه مع شادي عادي لما اتجوزها وبتعجبنا اغنيتها. اتمنى يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم. شكرا لكم على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.